السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام من جديد. النهاردة إن شاء الله هنرسم منظور داخلي للغرفة باستخدام منظور النقطتين. في البداية طبعا خدت خط الأفق أو الخط اللي في المنتصف وخدت نقطة على اليمين واليسار. وعشان ألخص الموضوع وأختصره على الناس، كل الخطوط اللي أنت هترسمها إما خطوط عمودية فقط أو خط متوصل بالنقطة رقم واحد أو النقطة رقم اتنين، يبقى أنت مفيش عندك أكتر من الخطوط المائلة المتوصلة بالنقطة اليمين والنقطة في اليسار وخطوط عمودية فقط لا غير. ده باختصار هو منظور النقطتين من الداخل. وهتبدأ بقى انت تشوف كل خط معاك انت عايزه، بتشوف اللي يناسبه من اليمين او من اليسار وتكمل المنظور زي ما احنا شايفين لحد ما توصل للشكل المطلوب.